في حد هيك بيغمض هيك عم تغمض بيبي اول مره بتحطي ميك اب هيك حبايبي انا حاليا وين بغرفه مين بغرفه ريان رح عم فكر اعمل لها ميك اب اوكي انا اول مره اعمل لك ميك اب صح اول مره هاي اول مره رح تكون رح اخذ من دور الميك اب ارتست وهاي الحركات فخشوف شو رح اعمل لها ما اعمل لها لوك ما بعرف صراحه هلا بشوف شو عندك ميك اب ليش هون فارغ هي هون هون الميك اب انه مدرج اوكي نشوف نكتشف شو عندها ميك اب نجرب بتعرفي هيك انا بحب اشوف الناس ثاني شو عندها انت كمان نفسك اوكي حاطه انت اول شيء اساس ولا حاطه حاط بس كونسيلر تحت عيني خلاص معناته لازم نبلش من الصفر خلينا نعمل جولة في مكياج ريان تعال لحظة اول شيء هان هون هان شو اوكي هاد البلوزر بلا رح اشوف كل شيء شو عندك اوكي هون خليني اخذكم بجولة والله مرتب هون ما انا بقول لك مرتب هون اشياء ديور وحركات ممكن نستخدم هاد حلو كتير عجبني الوانه في كمان بني في اوكي نشوف لاني انا بدي احتاج بنيات عم فكر اعمل لك سموكي اي لاينر شو رايك موافقه دغري اوكي اوه هذا حلو شكله هذا حلو في هون كمان هذا نفس اللون احلى من هذا ممكن نحطه هون هذا ما بحبه كتير هذا اي لون هذا برونزر هذا برونزر فكرته بلاشر ماسكارا انا بحب هاي صراحه انا بحبها كمان بدنا عندك اي لاينر مو اي لاينر ليكويد كحل صاير عرفتي الكحل ايه قلم عندي ولا قصدك زي هاد مثلا ويت ما قصدك زي وين فانا مثل هيك بس الاسود فهمتي عيني تاع ماريو بس ما بعرف فانا طيب ما لازم اني هون شوفي هون في بنفتس واساس شو نحط لبستك شو رايك وين لبستكاتك لبستكاتي هون وفي هون شوي ولا تحت هون شوفين هون ولا شيء ممكن في كمان تحت درج هدول لبستكات لا هذا بلا هذا العيون هذا تنت هذا كمان هذا زي برونزر بلاش ناس الوقت هذا كمان حلو بدنا نجرب نحطه على العين مثلا او شيء شوفي تحت جولة بمكياج ريمرا شو بتحطي فعلا فونديشن بس عم احيان هذا فونديشن فونداتا هيا بستخدم على اوت ميكيلا فونديشن تات تات بس انا احيان هذا احيان هذا احيان هذا احيان هذا حسب المكان بس انا هذا احلى واحد بالعالم هذا احلى واحد بالعالم هذا بتحبيه بيجنن انا عندي منه بس انا ما كثير بحطه اوكي بيوتي بلندر This one, ايوه هذا بيوتي يلا let's start ماشي ليش بالفاونديشن فاونديشن عندك تات تات عندي تات عندي من هذا من تات تحبي هذا بحبه اذا فول كفرج بس مش بالعاده بحطه لا ولا انا كثير كفرج عالي اوكي خلينا نحط فاونديشن هاي الدرجه تبعك صح؟ انا اللي عندي غامق كيف فتحين بكونسيلر حتى إذا كان فاتح الفونديشن فكيف تنحفيه كمان أهم شيء نغطي الحبوب تغطوا صح؟ شو اسمه؟ شو بتستعملي انتي لما يطلع لك حب؟ ولا شيء بس انه يروح لحاله نعم بستخدم هذا بيروح؟ كتير حلو والله؟ أجابتي خفت بس امبارح بالميك اب فطلع لي خمسة بس عادي يعني ترمونا خمسة بنفس الوقت خمسة بنفس الوقت انتي بتستخدمي نارس صح؟ نارس فونديشن اكثر شيء اذا بدي كفرج انا هو خفيف كفرج شباب بدنا كفرج فعلا يعني حطي بجبلي حطي فونديش على الشعر حطي حاعمل لك شو اسمه؟ قلت لك انه حاعمل لك هيك سموكت اي لاينر وندمج معه هيك الوان بني وهي الاشياء شوف كيف هو مش مشكله مره انت بس عامل كيف اسوي كنترول انت بتحبي حدا يعمل لك مكياجك ولا بتحبي انت تعملي بحب حدا يعمل لي مكياج هو بيعرف يعمل مكياج اذا كان بيعرف يعني لك كم بعد ما فجيني الرومان ما بتحب هاي السايد ليش عم تصوريني بهاي السايد بتحبي هاي صح ريان ليش بخربت بخربز بالاسم تحبي هذا السايد اكثر بحب هذا السايد بس عادي ما بهمني بهمني ايوه هيك بدي اياكي تثقي بحالك
على فكره انا كمان عندي سايد بحبه وسايد كل حدا عنده سايد بحبه وسايد بحبه بس عادي يعني له علاقه بالانف ها انه احس اي سايد مبين احلى بهذا بحس هاي الجهه دائما انا انت اي جهه هاي في لا. فرق هي هي يمين انا يسار انا يمين انت يسار اليمين فرجيني هاي الجهه شوف اذا اندمج اوكي كونسيلر كمان نارس ولا شيء ثاني هذا احلى كونسيلر بالعالم خرافي كثير ترند انا بحط اول شيء كونتور بعدين بلاش بعدين كونسيلر انا هيك بعمل عشان ما يصير كريسي صحيح والله فكره حلوه انت ايه باودر بتستخدمي اثنين عندي اثنين انا بحط هدى بيوتي باودر ولورا ميرسير حلو لورا ميرسير بحكي له لاستخدام يومي انا بحبه هيك بحسه خفيف شوي على انا بستخدم اذا بدي احط ميك اب كثير بستخدم هيك كومباكت باودر ايه انا انا ما بهم يعني ما مجربه استخدم جربي. حلو صح كثير حلو ايوه مريح كمان تحت العين ما بتحسي في شيء تحت عينك تحسي هيك ثبت كثير منيح كمان ايوه والله حلو هذا الكونسيلر حبيتي صح حبيتي نفسي اجرب اقصه كله تحلقيه بس لبين ما تخلص الميك اب وهي صار عامل حمل بتنرفز لما يجي على شعري ميك اب ما بتحمل تصيري كانك هيك عندك شيب صح اوكي شوفي انا هي جاي كثير عم تندمج معي منيح بس هي لا لاني مو شايفه اسمي انا بحر ثاني وانت هون وشو بتحطي كونتور تعرفي انا شو بحط كونتور وبلاشر شو هم دايما جيلان شكلها حلو كثير مريح هي موجوده عن جد جربت اشياء غيره لا بس بضل برجع عليه هو كثير حلو انه اسهل كمان تحطيه والله اذا كان ميك اب اليوم حلو حاعتمده هذا الله سوي زي خطوات سويت لي اياها بس تعرفي شو حسيت فعلا هلا مبين ان انت ما عامله سكين هلا نحط كونتور كثير غامق عليك كانه لا هلا بتجي بتشوفي كيف حيكون الوقت الغامق والله هذا كثير ترند بتيك توك ما شفتيه بلا بس يعني بقول له غامق بس كثير حلو كاني شوكولا حاطه على وشك شوكليت شوكليت في فرشة؟ ايوه ما بعرف فرشة هاي 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 بتعمل فيها بندي؟ اوكي بطبطب انا طبعا عم نصبغ شعري كمان كونتور فاونديشن بحسه بحسه كتير دارك صراحة كبسوا 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 وشيروا بالضبط جرب هايلايتر للبيوتي الجديد اي واحد قصدي هذا هذا بتعرف شو بيحكوا عنه؟ حمد بلاش ويحكوا زيت هيك خليه حلو طلعني عروس ولا شو؟ شيء جديد مهم شيء جديد يعني انت ما بتعملي عادة اللي بلاحظه انه كثير ناس بيستخدموا الفاونديشن يكون اندر تون يعني اصفر رجع اصفر هلا شو رح نعمل؟ جيني بلاش عندك كونتور باودر يعني مو كريمي بس برونزر باودر ما انا نسيت اعمل بلندنج لهي الجهه كمان هذا استول لك كونتور كمان عندي واحد على فكره بس هاي اعتقد هذا بس على لمعه كثير لا رح نحط غير بيوتي بلاشر اللي دائما سولد اوت هذا مش من ساعات هذا من بس ما بعرف لونه حلو عليكي هذا حسسته فاتح صح هذا نحطه على لونه هذا مات يعني بتحطيه فوق الباودر عشان يبين لونه عشان هيك الناس بتستعمله واو كثير حلو بتستعمله غامق وبعدين بحطه فاتح بس حبيت الدرجه شو اسمها هي هاي والله ما ادري هاي بليس بليس ايوه اسميها كثير غريب بصراحة هاي هوب بس ما عملها فاوندر نايس حلوة ما؟ حلوة طلعت والله حلوة فاتح كمان كثير في بلاش فنتي بدك نجربه الأحمر هيك بيجي أحمر لا ما بدي أخاطر خلص حطينا هذا تخيلي هذا لون هذاك الثاني لون شوفوا كذا 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 حلو
حط نقط، ثلاث نقط. زمان شو بدنا نحكي، نسيت كل شيء. صدام بالصراحة أنا ميك اب. هيك. ونحن قاعدين. يا. جيني. بتجيب إيش بندر؟ إيه. أنا مثبت ببف. طلعي فوق أو لحظة. مبدأ نحط شوية كونسيلر زيادة خليني نشوف. بلا. انا كيف كيف شو بدك تعمل؟ لا لا ما بعرف. ها؟ لا هذا اللي حطيناه اول مره. بس اي ثينك لازم اخليه يشوف الدقيقه بيحكوا الناس. الكونسيلر؟ انت بخليه يشوف؟ انا لا فوق. انا بخليه. ما بخليه يشوف. بس بصير شو بس انت. وهذا اقتحام، اقتحام اطفال عم يقتحموا على البيت، خذوا اولادكم. لحظة نعمله بلندنج بهي صح؟ هي فشلت عشان ما بتشفط ام المنتجات. يا اخي مرة رحت على الايفنت كيف انه الميك اب اللي حطيته كان كثير حلو. كثير كثير حلو. فمن بعد ذاك اليوم تبت يعني بدي اعرف كيف عملت ذاك الميك اب ما بعرف كيف. ما عملت حد. لازم تثبت طلعي فوق. هيك. انت شو نوع بشرتك كومبينيشن ولا اويلي ولا؟ كومبينيشن. وانا كمان بحس اغلب البشرات كومبينيشن. انتو شو بشرتكم؟ اكتبوا لنا تحت بالتعليقات. انا من هون اويلي وبعدين هون ناشف يعني اللي هي التي زون. ايوه هي الاويلي بتجي. انا مو طاش انا سمعت السحب. هي منجونه شو قال؟ مجنونه. ليش بخرب كل دراجي بدو تخرب؟ والله قبل ما بعرفها طبعا احنا هلا باي جزء صرنا؟ ما بعرف جزء المليون شو هلا؟ هلا في عنا باودر. هذا بالعادة بحطه قبل ما يحط الباودر لوس عشان انه يعني يثبته ما يصير هيك معجق ويفوت ببعض زي العجين. في عندي كمان بيجي لونه اصفر. ايه. يكون نفس لون البشرة. بشرة واندر تون. شو ما يكون جراي. هاي هو مرايا صح. هيك بنكون خلصنا الميك اب، خلصنا البيس. هلا جينا على اصعب جزء. ما بتلاقي باودر بيس انت؟ شو؟ ما بتلاقي باودر بيس؟ يعني ما بتستعملي قصدي مثلا البلاش بعدين برونزر بس باودر. عندي هاي الباليت وعندي هاي متعب. هاي بتجنن. وانا ما فيني افتحها. تنجر نفتحها. هاي كمان الوانها. لا بدي باودر بلاشر. بدك باودر بلاشر فقدتك عيون. باودر بلاشر هذا كتير حلو. تعال انا صبع فين راح. هوني عندنا برونزر. هاد من سيفورا شوفوا فيه لمعة حبيته كتير. حسيت رح يعمل لك هيك جلوي صح؟ بالضبط. انا بحط لف، انا بحط فاي باودر، بحط بلاش من هذا عشان يكون جلوي، ما بحط مات. انا هيك بس بعد بس احلى لما ثبت الباودر بلاش. هذا كتير حلو. واو لازم اخذ له صوره. جد حلو كتير. انا جيت مستحقه. عجبني. زمان كنا نحط البلاش هون هيك يصير هون حلو. ما كنا نرفع الوجه صح. هلا كله هيك رح نعمل العيون. شوفي عندك فراشي للعين بس. فراشي عندك هاي، هاي كونتور وعيون بس بدها. في هاي، في هاي عشان كحل، في هاي عشان هون. اوبس. اوكي نبلش بلون هيك يكون هادي. خلينا نعمل بيس اول شيء. كريمي ها؟ شو هو؟ هذا كريمي. ليش كريمي؟ هذا كريمي هالباودر. فاجأني. في هدول طيب ما بدك تشوف هدول؟ هذا من البيوتي. اوكي خلينا نبلش بهذا معنا. هاي كثير لونها بيجمنت بيحكوا عنها. بنشوفها. يلا نفتح ونشوف. زين ما حبيت. شفته انا بس.
ما حبيت الوانه يمكن عشان اللوك هذا مش بالوانه بدنا بني وكذا حط الايلاينر اللي هي هيك الالوان خفيفه بعدين بلش شوي شوي نغمق عندك تيب تيب اللي تحطي زي انت بدل ما تشيلي والله ما عندي ما فكرت بالموضوع صراحه طب شوفي بالمطبخ طيب انا شو بسوي انا بحط اللي طيب بحط... في شيء هيك نحطه بتقولي في شيء هيك نحطه يعني في مثلا ورقه او شيء يعني خلص في هاي لقينا بس هي بضل ماسكته المفروض ارجيني هيك عشان اعرف اوكي هيك خليها مسكيها انت وما تحركي مكانك اوكي اكثر مهم بكره بكل حياتي اوكي اول شيء ببلش بلون فاتح وبطلع لفوق اليوم حشبه باللحية بتعرفي شو صار مرة معي كان عندي جلسة تصوير بسكة اوكي رحت وانا ماشية بسكة امضي وانا ماشية اخذت احلى كومبليمنت ممكن اخذه بكل حياتي شو واحد تركي صار يحكي لي بشتغل بالبساط هناك انجلينا جولي كمير صراحة يعني في فرق يعني انجلينا جولي كثير حلوة ما شاء الله هي كاملها صغير كيف كبرت والله ما بعرف يعني أربع... نهاية الاربعين بداية الخمسين نو بداية الخمسين شو عن جد بداية الخمسين ما اتوقع بلا مو ثلاثينات دي اي عام عايشة 1900 وشو اوكي نجيب لون اغمق من اللي حطيناه حب ما بعرف حابة اجرب هاد انه شوي اغمق من هذا اللون اللي حطيته على فكرة انتي عم تغيري مكانه عن جد خليكي بس عن جد مشان ينجح اللوك حنوقف ونصمد شو كنا نحكي ما بتذكر نسيت لك لا تغيري المكان الكرت بالله عم بغيره طب هيك هيك اي خلص خليكي هيك غمضي بيتي سبين وما بدي اشوفك مفتحة خليك غمضي فايبس غمضي لك في حدا هيك بيغمض هيك عم تغمض بيبي اول مره بتحطي ميك اب هيك شو هيك عاد ريلاكس طب يلا هيك ها كانك هيك واحد ما قلتلك نامي اوكي غمضي ريلاكس شكلي راح احط هذا الميك اب انا بصير اغمق اوكي هلا بناخذ لون كامل كل شوي شو كان بدي احكي؟ والله نسيتوني شو بدي احكي كان بدي احكي شيء كثير ضروري بالحياة نسيتي ما بظن انه ضروري بالحياة تتذكري لما لعبنا وز لازم نلعبها متى كانت يلا هاي؟ من 3 ايام صح؟ من كم يوم؟ شفتيها زمان شفتيها سنة انجلينا جولي شوفي لانه انت ضليتي تحركيك شو صار عادي بنستعمل هاي الفرشاية ما فيش مستحيل حط كونسيلر فيه بحط هيك اسود تحت العين عمرك جربتي؟ عمري ما جربت هيك كل رح اسود نشوف هي فيها لون هي فيها لون فيها اسود حتى هي فيها اسود بدي واحدة نظيفة انت عن جد تستخدم فرشاية معينة لكل شيء؟ طبعا اني شو معناتها انه مكس كل الالوان؟ امضي عينين فتحي اوكي فهسا لسه متابعين مع الكارت المهم هذا كرت شو اصلا ممكن افهم شو بسوي نرجي والله ما بعرف تساليني والله حتى انا ما بعرف رمضي انت بتحبي تعملي حواجبك جل لا علي رمضي انا كثير بحب والله برفع ما انت لانه انا عامله شو اسمه مايكرو بليدنج فما بحب فهمتي اوف لو انا عامله ما كنت عملت كمان اريح حط لون اسود تجيني بلا هديل لا عديد اوكي خلصنا العين الثانية شو رأيكم؟ شو رأيكم بس؟ يعني excuse me this is so good عن جد حلو كتير انا عجبني اوكي طلعي فوق هاي الفرشة ما حبيت في هيك فلافي بس صغيرة عرفتي قصدي
شوف أنا دول أوكي هاي هاي خلص لقيت والله بحس انه تفرق الحكي يلا في كل شيء ما فهمت على هسه وات از ذس من عين رح احط شويه دمعه بحب احطها بايدي يعني شوف الفرشه ما بحب عشان تطبع اكثر يطلع سموث بالايد ما ادري هاد مو هاد مو سموث شوفي 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 كيف عملت هذا عم بقول لك يا سنيسا ليه هيك ما بعرف بس اني البراند شو عندنا؟ هذا كتير حلو بس ناس بستعمله سنة أول شيء كيف بستعمله على الوجه ما تحطي على الوجه إلا أنا بس 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 على العيون افتحي بإيدي؟ اه بإيدك بهاي فرشة في هاي انت بستعمل هذا اللون؟ بريك أنا ما بستعمل بستعمل هاد هاد حلو عجبني زبط؟ لا هذا اللون خمدي خمدي لا 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 بالإيد بالإيد لازم نقطة انتهى نقطة لود تعي شوي لعندي ماسكارا تحت الرموش تحت هلا رح نحط كونتور للانف منخور. لازم نكنتر هلا شو اهم شيء نكنتر المنخور منخور نعمله اول شيء هيك كتير وبعدين نعمله بلندنج باودر كمان صح يا ديري هيك بحب اعمل انا هي هذا الخط اللي هون كمان هيك هلا نجيب فرشة فلافل شوي نحسي هون ما في هون في ما أنا بعرف إيه كأي تكنيك أنا هي trust the process trust the process أوكي إن شاء الله ما يكون فيها باودر بس ضل هيك خطوات أخيرة حلو صح لسه ما سوينا حواجبنا حواجبنا نسيته حواجب عم تجمع حواجبنا اوكي تبي شو بتعمليه بسويهم عندك هيك شيء شعره شعره ايه اعطيني هيو هذا والجل هاد شعره شعره اه بس انا ما بسوي شعره شعره بس بعبي هون النقطه وهون النقطه طيب في عندك مشط اوكي في مشط اول شيء اكيد خليني انا اعمل لك اياهم بلكي هيك بيبين شيء فرق عليك صح أول شي ديري علي شوف مشاكل هندور في كتير صغيرة أوكي أجيب طريقة ثانية إذا عجبوني بالضبط في اختلاف يمكن من أنت رح تعملي أوكي هيك تعمليهم أنت؟ بلند حلوين هلا بدنا كونسيلر ويت والله في شيء لازم بحسه بيطلع احلى يعني بيعمل فرق كبير شو الفرق الله بس من تحت بعمل الكونسيلر
قديش بتسوي ميك اب انتي؟ كم ساعة؟ قبل الهايلايتر كمان. عم نعمل ليب لاينر. انتي ما بدك فيلر؟ شايفك فيلر رباني. انا بحكي تبي طويل مش كبير بالعكس. اعملي هيك. اوكي. I'm ready to this. اوه والله هيك كبروا كثير كثير حلو. حبيت. كمان. انا بحب الشفايف المزمومه بتعرف شو يعني اللي هيك زي معريضه. والله شوفي انا هيك عملته انت عشان هيك عم حطي هون كثير لاحظت حسن احلى. بكبر بالنص ومن هناك بصير احلى هيك. انت ما مجربه صح؟ اي لون نحط؟ نحط نفس لون البلاينر تقريبا. نعمل بالاطراف. اوكي خلصنا. حبيت وانا كمان. غمض عيونك. واو خصوصا الحواجب والعيون بحس حسوي هيك دائما اذا رحت اي حفله خلاص هيك بدون جل. هلا رح نحط فيكس بلس شو هيك ناخذ اكشن البنات. ايه يلا.